أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عبو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. 28 جانفي يناير هو اليوم العالمي للحفاظ على المعلومات. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة. مثلا نحكي لكم عن حياة الدكتور التركي عزيز سنجار. الدكتور المسلم عزيز سنجار فائز بجائزة نوبل في الكيمياء 2015، وهو تركي مسلم وعالم في الكيمياء الحيوية. إذن عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها عندي في بيتي أرنب، غنوها كامل معايا. عندي في بيتي أرنب أبيض باهي المنظر، يقفز يلعب لا يتعب، وطعمه العشب الأخضر. وانتم يا أحبائي اللي حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم في البرنامج، ما عليكم إلا توجهوا الموقع على الانترنت عمو يزيد .com عبر زرار أراء وملاحظات. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء في الأوقات التالية. كونوا في الموعد.